احسن مدرب في مصر دلوقتي؟ مفيش. ايهاب جلال. احسن لعيب في مصر دلوقتي؟ مصري ولا اجنبي ولا اللي انت عايزه؟ اجنبي ساسي اكيد صح؟ هتقول طبعا اجنبي ساسي. حلو. بصراحه مصري. يعني طارق حامد. طارق حامد بصراحه. خلي بالك ساعات الناس بتختار اللي هو راس الحربه واللي تحت راس الحربه واللاعب الحريف فيه. بس في لعيبه بتبقى اهم كمان، في لعيبه بيبقى دورها مختفي صح. ولكن طارق دوره موجود وواضح للجميع صح. وطارق كمان بقت عنده الحمد لله ميزه دلوقتي ان هو الكوره بتاعته بقت لقدام صح، بقت سهله. لسه كنا بنتكلم في كده قبل الهوا ان هو كمان بقى لعيب كوره، بقى بيعمل اللونج باس بطريقه ما كانش بيعملها في الاول خالص. من الثقه والخبرات بتاع الموضوع عليك نور، ثقه ولعب المباريات طبعا. والكلام ده كله فاداله تقل زائد ان هو بصراحه من اللعيبه اللي مستواها ثابت. في لعيب ممكن يبقى كويس ولكن بتجيله فتره بيحصل دروب، لا هو مستواه ثابت يعني بنسبه كبيره جدا، ما الحمد لله ما بيقلش. لو قال لي يقل مثلا ماتش بسيطه راح يرجع تاني صح. فعشان كده انا اخترته يعني.